بالخيل، نتناضح النبل ونجول بالخيل. لم يعد لنا مقام هنا إلا أن نضربهم ضربة رجل واحد. هذا ما فعلته بنا يا حيي. لقد رفض أبو سفيان والسيد غضفان أن يعطونا رهنا، إنما قاله نعيم صحيح، فلتبقى معنا كما وعدتنا، فما أن يعودوا حتى تدوسنا خيول محمد. سأبقى معكم. يا معشر قريش، اقتلعت الريح غيابنا، إنني مرتحل فارتحلوا. تمضي وتتركنا يا سيد قريش؟ رب الكعبة، ما هذا بفعل سيد القوم؟ ماذا تنتظرون؟ قلت لكم لا مقام لنا هنا. هيا هيا. يا معشر المسلمين، احفظوا المدينة، لعلهم ارتحلوا ليرتفوا علينا من جهة أخرى. يا رسول الله، البشرى يا رسول الله، البشرى يا رسول الله، لقد انسحب المشركون وعادوا إلى ديارهم. الله أكبر، الله أكبر. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعدها، بل أنتم تغزونهم بإذن الله، ومن كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن لا يضع السلاح إلا بعد غزو بني قريظة، فقد غدروا ومكروا. الله أكبر. يا أبا سفيان، ما يحصل لك؟ جئت في أحد فقتلت من أصحاب محمد 70، فما لنا وما لنا أصحابه وما استكان وما هابوا، ثم جئت بعشرة آلاف من العرب فهزمت أنت والعرب في جيش لم تشهد الحجاز، الذي يحصل؟ ما هذا يا معشر قريش؟ لما يحصل ما يحصل؟ يا عمري، إنك من دعاة العرب، أما أنا لك أن تقتنع أن ما يجري فوق إدراك البشر؟ لقد هزمنا في جمع لا يهزم، وخذلنا خذلانا غريبا، وما أظن إلا أنها ربي محمد. يا خالد، آن لك أن تذهب إلى رشدك وتقنع بنبوة محمد، إن ما قاله لي أخي الوليد لهو الحق. لقد هزمنا، هزمنا والدنيا لمحمد، بل إن رب محمد ينصره ولم نقدر عليه البتة. هذا ما فعلته بنا يا حيي. قلت لك إنك رجل مشؤوم، ما زلت بي
حتى قتلتني ومعي بني قريظة. لقد وفيت لك ودخلت معك في حصنك. وما يفيدني ولا سوف نقتل معا. فلنقاتلهم. أمنية الله من والتوراة أمنية الله. يا كعب، إن الراية يحملها علي بن أبي طالب، ونحن راجفون إليكم ولن نعود حتى نفتح حصونكم. نزلنا على حكم محمد. وبعد أن نزل يهود بني قريظة على حكم المسلمين، وقبل سيدهم كعب بن أسد بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول الكريم بإحضار سعد بن معاذ وقال: إن بني قريظة حلفاء الأوس، فأتوني بسيدكم سعد فإن الحكم فيهم له. وجاء سعد بن معاذ على حمار أبيض جريحا من السهم الذي أطلقه اليهود غدرا فأصاب ذراعه، وحكم فيهم بحكم الله ورسوله، ولقي يهود بني قريظة جزاء غدرهم. يا سعد، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحكم في بني قريظة لك، إن حكمهم لك يا سعد. يا سعد، أحسن في مواليك يا سعد. اسكت يا ابن أبي، فوالله ما عدت صاحب رأي من تركتنا في أحد. يا سعد، قلت لك أحسن في مواليك. لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. أطردون بحكمي يا بني قريظة؟ رضينا بحكمك يا سعد، ونرجو أن تمن علينا فنحن حلفاء. يا رسول الله، إن يحكموا فيهم أن يقتل المقاتلون، وأن توزع الأرزاق، وأن تسبى النساء والذراري. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رحم الله سعد بن معاذ من سيد قوم حكم بأمر الله فوق سبع سنوات. لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل توى في معركة فجعت به عيونا دوار الدمع دائمة الوجد، على بلة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تكو قد ودعتنا وتركتنا وامسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد قمت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. وبعد هبوب الريح والفوضى التي عم صفوف جيش الأحزاب من قريش وغطفان، لم يجد أبو سفيان بدا من الهرب، وتبعه الجيش الخاسر المنهزم على أعقابه. اجتمع المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم